السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المناعة، المشكل ديال المناعة مطروح لبزاف الناس بزاف الامراض. مثال بسيط، هذه السيدة جبدت هذا المشكل. الناس مثال بسيط اللي عندهم الكونسير، الناس اللي عندهم السيدة، الناس اللي عندهم الامراض المستعصية، الناس اللي تيرجع عليهم المرض، يلا تشافى منه تيدوز وقت وجيز وترجع عليه نفس المرض. دونك لا ريسيديف، باش يتهناو من لا ريسيديف ما يبقاش المرض يرجع عليهم، او عندهم نقص المناعه اش خاصهم يديروا؟ عطينا الوصفات شحال من الخطره، راه غير ما تسمعوش. الوصفه ديال المسكين والسهله واللي تنبغي دائما وراها ممتازه، رشيم القمح، رشيم الصوجة، الوصفه ديال الرشيم انا نعدها عاوتاني بالزربه. الور قلنا الصوجة منبته، القمح منبت، إيلان منبت، الحلبة منبتة، العدس منبت، زريعة الكتان، زريعة الجلجلان، الغذاء الملكي، طلع النخيل. ها وصفة ممتازة تتحيي المناعة، تتقوي الجسم. جواب النيت على السيدة اللي بنتها ما تطوالش، اللي قصيرها وما تطوالش، هاد الوصفة راه تطول قل من 18 عام، راه تطول الناس اللي قصار أو الدراري أو البنات اللي قصار. ولا راها نفس الوصفة ديال هشاشات العظام، جميع العيالات اللي عندهم هذا المشكل أو الرجال راه حنا تدخلنا هشاشات العظام. دونك هذه وصفة ديال هشاشات العظام، قلنا أوسيتا هي راه وصفة ديال الحليب الطبيعي. إذا وصفة تتحيي المناعة ديال المساكين، قلنا الوصفة الأخرى الناس اللي عندهم ميسورين شوية وصفة واعرة. قلنا العسل، إلا كان ممكن 14 15 16 نوع العسل، كل شوية كل حاجة منها شوية. العسل تسكم أحسن منهم، يديروا هو الاولاني يكثروا منه شويه وغاديين وغراديويلمون وينزلوا تدريجيا يزيدوا شويه اللي كثير العسل ديال السكوم اللي عاوتاني قل منه، العسل ديال الدغموس اللي قل منه، العسل ديال الزعتر وغادي نازلين. اذا قلنا العسل، الغذاء الملكي، حبوب اللقاح، طلع النخيل، البروبولي، عرق الحياه الاحمر، وكون ما كان قلنا عرق لو جانسانغ روج، كون ما هو راه ما تيخدم الدواء اخوتي، راه ما تيخدم الدواء حتى تيكون خمس سنين تحت الارض. معلوم البيعه والشرايه راه تيبقاو بيعه وشرايه، هو ما تيهمو يدير عام ولا يدير شهر ولا يدير خمس سنين. هذاك المهم هما خاصهم يشريو رخيص باش يبيعوا غالي ويربحوا اكثر. اذا فهموا المقادير سالات هذاك، لا مازال ما سالاتش، مازال ما سالاتش. واخا كملي المقادير، لان على ذكر الباعه فانا عندي لك واحد الموضوع. واخا هذه المقادير الور قلنا نتبعوا لو جانكو بيلوبا، لو بيبين اللي هو الزعرور، لي شيناسيها، لو مورينغا على حسب الحالات، نقدروا نزيدوا لو بيتازيت ايبريدوس على حسب الحالات اللي تيتسمى شوالارد. شوالارد هنا المغرب ما خدامش، خاصو يتجاي من برا، راه فيه اكثر من 500 نوع باش نكونوا فاهمين، اكثر من 500 نوع، ماشي اي واحد يجي ولا يديروا لهم عاوتاني في السوق كيف داروا، اي عشبه يجيبوا ويدفع لهم هذاك. دونك تابعه قلنا المورينغا، تابعها المورينغا، تابعها البيت جوجي، تابعها لاسبيرولين. هذه هي الوصفه ديال اللي بغى يحيي المناعه ديالو، هذه هي الوصفه اللي شارف وبغى الشباب. هذه هي الوصفه اللي انا تنسميها كل شيء تيربو من المخ وانت غادي جميع الاعضاء ديال الذات. هذه هي الوصفه اللي ما تتخليش المرض يرجع لك، كتقوي المناعه وكتحمي الجسم ديالنا في البلاصه. واخا على ذكر السرطان، ايه العشرين ماكوله ضد السرطان، شنو هي المرتبه الاولى؟ الثومه هي الاولى. الثومه فيها مواد كبريتيه الموجوده فيها، خاصه واحد الماده اللي تتسمى لالين، اللي تتلعب دور مهم في الصحه ديال الشرايين والقلب بالمساعده ديالهم في نقص اول حاجه النسبة ديال الكوليسترول السيء، دونك الموفي كوليسترول، وبالتنقية وتحسين جريان الدم. هذه العملية راه مهمة، تيلعب دور مهم جدا في الحماية ديال الذات من السرطان. دونك الثومة سي ان بويسون اونتي اوكسيدون، هذه هي الأولانية، دونك مقوي المناعة في الجسم. عندنا واحد المادة تتسمى لي زالياسي، هما سو سون دي سوبستونس كي ديتوكسيفي لي كارسينوجين الموجودين في الثوم، وكاين موجودين حتى في البوارو وحتى في البصيله. هادو تيوقفوا انتشار ديال السرطان البلعوم وسرطان الكبد وسرطان ديال المسرة الغليظ والبرو والبصله دونك هذا فيهم مواد مهمه اللي تتوقف لنا انتشار ديال السرطان ديالاش ديال البلعوم عند الحلق والكبد والكبده والقولون اللي هو المسرة الغليظ. لكن في البدايه ديالو هادشي في المرحله الاولى ديالو، اي اما لا انتشر على الاقل تيعطلوا التقدم ديالو وانتشار ديالو.
من المستحسن باش يتكلتم نيئا طازجا خضر لهذاك هذا. دونك اول حاجه اللي خاصنا اول حاجه ها دونك اول ماكوله هي الثوم. ثاني الماكولات الليمون غني بالفيتامين سي مقوي المناعه غني ايضا بالالياف اللي تتمسك بالكوليسترول السيء وتتخرجه في البراز ديال الماء. اما ماده الليمونين الموجوده في البرتقال اكدت تجارب المخبريه والمختبريه القدره ديالها على الفتك بسرطان الرئه والثدي. دونك الليمون راه مهم بزاف والفيتامين سي اللي فيه مهمه وتتحيي لنا المناعه والالياف اللي فيه ممتازين وتحيدوا لنا يكابطيو لنا الموفي كوليسترول ويخرجوا الكوليسترول السيء من الذات وكل شيء. اذا المهم ضروري الفيتامين سي وخلاص معلوم معلوم. وكاينه واحد هذا لو ليمونين كاين فين تيكون بين لوزاس بين داك الصفوريه ديال الليمون ديك القشره البيضاء القشره البيضاء المر داك الشيء علاش ملي تكونوا القشره الليمون ما خصناش نقشروه مزيان وحيد هاد الخويطه وحيد راه تماك فين كاين الفين كاين الثوم. دونك قلنا عندنا الثومه عندنا الليمون عندنا الحامض. الحامض مقوي قوي بزاف المناعه دونك تيقوي المناعه الخلايا اللي تتحافظ على المناعه ديالنا حنا الى شوف بدون الفيتامين سي ما يمكنش الخلايا اللي تدافع علينا دير اي شيء ضد الخلايا السرطانيه او الدافع راه لم الفيتامين سي هي اللي تتحط لينا هاد الخلايا باش تمشي وتاكل لينا وتقضي لنا على هاد الخلايا السرطانيه او لا ديفيزيون سيلولير ديال الكونسير دونك او اي ميكروب خارجي كيف ما بغى يكون لي كور اترونجي كيف ما بغى يكون خاص تدافع الخلايا ديالنا حد المناعه. دكتور جمال غير هاد المواد هذه اللي تنتكلموا عليها بالنسبه للشخص العادي اللي بغى يقوي المناعه ديالو ويحمي الدفاع ديال الجسم ديالو واش نقدروا مثلا نقولوا حتى هما ياخذوا معلوم اختي معلوم يكثروا منه معلوم. دونك هضرنا دابا على الليمون هضرنا دابا على الحامض والثومه وقلنا البصله والبورو هادو كلهم مفيدين وكاين الليمون والحامض والبومبلوموس هاد التخليطه واعره يديروها مناضه من ذاك الشرفع راها ممتازه. نكملوا باش الناس يفهموا الوغ عندنا البومبلوموس مقوي قوي المناعه مثل الحامض والليمون وفيه ماده وهذه الماده لانا رانجين هذه الماده كاينه بوحدها غير في البومبلوموس ما تتوجد في اي فاكهه اخرى واللي تتلعب دور مهم فاش في القضاء على سرطان الثدي دونك الليمون والبومبلوموس والحامض تيحميوا الجسم من تكوين الخلايا السرطانيه فيه وتعطلوا نمو السرطان الموجود وتقتلوا الخلايا السرطانيه. نعاود لهم بشويه الليمون والبومبلوموس والحامض تيحميوا الجسم من تكوين الخلايا السرطانيه اللي تتكون فيه وتعطلوا نمو السرطان الموجود وتقتلوا الخلايا السرطانيه خاصه عند الاطفال مثل متى مثل سرطان العنق سرطان ديال النخاع الشوكي لا موالي بينيال ولا ديال لي غلاند سيرينال. دونك هاد التركيبه زوينه اختي الليمون الحامض البومبلوموس نديروه مناضه عصير نشربوه الصباح عشيه الليل اوتو نعيش ولديك وغني فيتامين سي كون ما شربنا بزاف الفيتامين سي كون ما حمينا نفسنا واللي بغى الشباب ويصغار وكل شيء ما عليه غير هاد الوصفه راه ممتازه. عندنا الجزر خيزو ممتاز جدا بزاف كاع تيلعب دور مهم جدا في المناعه. ابحاث اخيره ظهرت باللي اكل 100 غرام من الجزر من الخيزو يوميا تتقينا تتحمينا ب 50% من ظهور سرطان الرئه. دونك الناس اللي تيكميو بزاف ما عليهم غير يشربوا عصير ديال الخيزو وبنين ما ياخذوش ليدا هكا كتري ما كان مفضل منها. تصوري خدينا الحامض خدينا الليمون خدينا البومبلوموس ياك وزدنا عليهم خيزو حنا كل شيء غزاله ماشيش ليدا عصير واعر زوين بنين. عندنا واحد لوكاسي ما كاينش في المغرب مالوريزمون هذاك سور دو بي عندنا ما موجودش عندنا ولكن مقوي كبير المناعه تحمي من جميع السرطانات. عندنا القمح دونك دابا رحنا في الماكوله السابعه عندنا القمح باحتوائه على الالياف بكثره كثيره يقينا احنا تحمينا من سرطان القولون ديال المصره الغليظ. رشيم القمح اللي قلنا نبتوا القمح وكل شيء مقوي للمناعة مقوي كبير للمناعة وتحمي الجسم جميع السرطانات وخاصة سرطان ديال المصرى الغليظ ديال الكولون. دونك قلنا القمح هو السابع. الرز هي المأكولة الثامنة تحمي لنا الجسم ديالنا من سرطان الثدي والقولون. دونك احنا عندنا الملفوف الكرم ليشو تا هو اختصاص الكونسير ديال البلعوم ديال البلعوم وديال المعده وديال الكبده وديال القولون ودريه. اذا الملفوف هذا
الكرم ولا سافس نقولوا ما تناخذوش المكور اكثر في حياتنا اليوميه وخاصو احسن ماكله ديالو هو خضر راه بنين راه جديد راه ممتاز فيه 320 دواء ما ياخذوش غير مول الغده الدرقيه دونك اللي عنده الكواتر يتفادى ياخذ الكرم الكرم ولي شو ولي شو فلور هادو هادو دونك الكرم قلنا شنو هو تيحمينا من السرطان ديال البلعوم ديال القرجوطه ديال المعده ديال الكبده ديال المسره الغليظ الكولون وديال الرئتين دونك البروكولي اختي واعر راه حنا دابا موجود عندنا البروكولي تيبيعو دونك تيوقف النمو ديال السرطان خاصه السرطان ديال الكولون والسرطان ديال النبوله والسرطان ديال البنكريا وديال لي زوفير والمبيض دونك البروكولي اختصاص السرطان ديال الكولون ديال المسره الغليظ واختصاص السرطان ديال النبوله واختصاص السرطان ديال البنكريا وديال لي زوفير الور فيه واحد الخاصيه ممتازه هذا البروكولي تيوقف لنا يوقف كذلك تكاثر ديالاش ديال واحد لو جيرم اللي تنسميه ليليكوباكتير بيلوري راه بزاف د المغاربه ولاو مقيوسين به اذا ليليكوباكتير بيلوري راه عليكم بالبروكولي راه تيوقفوا او وصفه اخرى نكملها لهم حيت سا بوز ان بروبليم عندنا حنا ولات بكثير وزيدوا اخويا الفرين روج اللي هو الدردر الاحمر اللي هو لسان طير دابا تنهضروا دابا نقزنا لحاجه اخرى تنهضروا على لوجر من ليكوباكتير بيلوري دونك قلنا دابا البروكولي زيدوا عليه البروبولي زيدوا عليه لسان طير اللي هو الدردر الاحمر راه عندكم دواء فعال ديجا زيد الزيتون دابا راه في المأكولة 11 دونك زيت الزيتون مرتبة رقم 11 زيت الزيتون 11 هو زيت الزيتون 12 هو الكيوي 13 هو العدس العدس راه تيحمينا من الكوليسترول ومن السرطانات كلهم عندنا الجوز القرقع اللوز النوازيت لو كاجو لا بيستاش هادو كلهم تيحميو دونك هادو رقم 14 دونك عندنا البصل البصلة ضد سرطان المعدة والقولون والبروستات دونك البصلة اختصاص للسرطان ديالها المعدة وديال الكولون ودي البروستات عندنا المعدنوس كنا هضرنا عليه اللي هو ممتاز عظيم خطير فعال جدا ضد جميع السرطانات وخاصة السرطان ديال المعدة والكولون الور عندنا الحوت السمك في السمك الزيت ديالو عندنا ليزوميغا 3 يوجد المادة ديال الاوميغا 3 في السمك كله دونك الاغلب في الزيت ديال السمك الزيت السمك اللي شنو هو اللي هاد الاوميغا 3 تيقاوم السرطان ديال الثدي والسرطان ديال الكولون اللي هو المسره الغليظ عندنا التفاح حتى هو تيحمي خاصه السرطان ديال الكولون ديال المسره الغليظ عندنا العنب ضد جميع انواع السرطانات وخاصه سرطان ديال العظام وتيحبس الانتشار ديالو لكن لا انتشر تيحبس الانتشار ديالو العنب الاحمر دائما احسن من الابيض عندنا الصوجه الصوجه معروفه واسيه منها باش خدينا باش بداو تصاوبوا الدواء ديال السرطان ديال الثدي مشهوره به دونك هما هذو ال 20 انا نعدهم بالزربه شويه قلنا الثومه قلنا الليمون قلنا الحامض بومبلوموس الجزر خيزو لو كاسي القمح الروز الملفوف اللي هو الكرم او المكور البروكولي زيت الزيتون الكيوي العدس الجوز القرقاع واللوز والنوازيت والكاجو والبيستاش البصل المعدنوس السمك التفاح العنب والصوجة هادو هما المأكولات ديال الناس اللي عندهم سرطان.